الأبيض بشوية يمشي العالي في الحلقات ولا تبزلي وصلها توماس كملها توماس كملها جونيور الكاميروني لم يفقد الأمل لم يفقد الأمل وصل للكورة وحطها في الشباك الكاميروني يعلن عن ثاني الأهداف الكاميروني يهز الشباك يعلن في الحلقات ولا تبزلي وصلها توماس تمشي كرة طويلة في اتجاه المهاجمين فرصة خطيرة خطيرة وضاعت أول هدف لقاء عن طريق اللاعب اللي أمامنا اللي ضيع يعني فرصة هدف هو جونيور الدفاع كان في الموعد في لقاء اليوم شوف الكرة لاعب كرة ارتقى بالرأس الدفاع كان في الموعد جونيور يمشي بالكرة عالية على القوة البدنية ينقلها لسفيان أبو حماري لكن قالت الكرة مازن هدية لعب كورة باتجاه جونيور ولكن جونيور لمن تعود؟ تعود من طبيب محمود وحيدة محمود وحيدة يلعب كورة باتجاه نتوبة هي ممكن تبدع بكورة ممكن ولكن ضاعت بشكل غبي ضاعت ترجع عن طريق الفلاح الى نتوبة لمن هذه الكرة 49 دقيقة هي الدقيقة الأخيرة في شوط اللقاء الثاني في لقاء السارية ورفيق تمشي كورة عن طريق هي وحيدة التسديد ولكن سهلة لمن؟ سريعة لمصلحة فريق السارية في اتجاه أوسكار العاجي ولكن متابعة من جونيور تمشي إلى عز الدين عزاز ترجع على جونيور شكل حلو جونيور ترجع لي نعاس هل يراوغ علينا الناس نعاس بالفعل هي يعني نعاس ولكن تمر فلي عبد اللطيف بعد من لب تمشي الوادة ممكن يمر ولكن لا جونيور يكون في الماعد توماس جونيور يبعد كورتا وأول مرمى رمية ليبقى غالب ولا مغلوب لقاء تحديد المتصدى في الجولة الثالثة عشريني مراوغة طيبة لمسة للأمام توماس في الثانية لنصاري يحاول صافرة أخ جونيور يلمسها يبعدها توصل لمنير منير يحطها بالرأس أمامها ولكن حمودة بذكاء كبير يوصل الكرة تأتي بشرة الخير بأقدام الزريدي سنتابع كرة عند توماس جونيور يبعد كورته يبعد أول مصريط عشرين يوصل لها في بعد أول توماس جونيور في بعد ثاني عبد الحي أبو شروط يخطئ وصلت لكوداني حمزة المحترف المغربي حمزة الكوداني والإبعاد وصلت لي منير ليبعد كورتا إلى شريف لمين بعد من توماس أسريط إلى الشريف تواجد يخطي جونيور راية مرفوعة وتسلل هناك على المهاجم الزريدي شخصيات كثيرة ما ننسى حد ولا اثنين لكن اشياء كثير بالصفه الليبيه والافريقيه كره الان في منتصف الملعب لمصلحه فريق بنشر التعود عن طريق الروفه عن طريق فريق رفيق تمشي لجونيور تمشي في الملعب يمشي بالكوره يلعب كره لجونيور
أخرى، ولكن تعود على الطريق نجومة. تصل إلى الأنصاري جونيور يرفع كورة عالية في اتجاه نتوبة، ولكن المرغني مهند يكون في منتصف الملعب اتجاه مصعب المدرب. عبد الحفيظ ربيش تمشي نتوبة يلعب كورة للأمام في اتجاه محمد سعد المصراتي. سعد المصراتي يرسل كورة للأمام، لكن تعود لمصلحة فريق رفيق. تمشي عن طريق محمد عزاز، ولكن تعود إلى منير المنصور المعروف آنذاك بالكعبة، يعني قدموا كثير يعني فاكهة الدوري الليبي آنذاك، يعني الحارس السابق يعني، والآن مدرب الحراس كمان الباعي، يعني في فترة استهام يعني الكورة القدم في ليبيا 20 عام. تعود من جنوب الدورة تمشي، ولكن تعود من دفاعات فريق رفيق تمشي لحمزة كوداري، ومحتفظ بنفس الأسماء. مدرب خليفة الأخبار كرة الأسد، ولكن أقرب بين لاعبي فريق أبي داشا بالكرة الأخيرة لجونيور. بدل كعابي يرسل كرة طويلة باتجاه أوسكار، لكن هناك المتابعة للدفاعات من فريق رفيق من جونيور. تمشي الآن الوافد منير المغربي، هذه كرة لفريق الروفة لجونيور. جونيور يرسل كرة طويلة، ولكن لكعامي يلعب كرة طويلة باتجاه أوسكار، لكن تعود يا محمد عزاز ظلمي يرسل كرة الأمام في اتجاه أوسكار توصلنا، ولكن جونيور في المتابعة. تمشي الآن إلى محمود الفلاح كوليبالي وأوسكار، نعم كرة خطيرة ولكن انتباع بعدها أبعد. رامي يتقدم، رامي الرانتي بدأ يحتفظ الكرة، ممكن يمر الكرة، ولكن فريق الهلال أبو بكر باشي لاعب كرة تعود من الدفاع من جونيور، ولكن تصل من جديد إلى فابريس اللي يعرف الطريق جيدا للشباك. هذه الكرة الأخيرة الآن تعود عن فريق جونيور الجهاد. توماس جونيور يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. طيب يسري يحاول يرتقي، ولكن ينتصر الكاميروني. توماس جونيور طيب ثلاثة كرات تسع نقاط، نقطة وحيدة لفريق الظاهرة. تلعب كرة مباشرة هل يفعل فريق الظاهرة؟ لعب كرة والزنات في الموعد، أحمد الزنات في الموعد. الكرة الخط من خارج بيوم أقرب إلى جونيور. جونيور ويا الطبيب تلعب الكرة جونيور، تعود الآن قناة لفريق الهلال يحاول، ولكن تعود دي مصلحة فريق رفيق وبالفعل مخالفة، ولكن عزاز المتابعة عزاز إلى جونيور تحصل على مخالفة. زايد الحق الوقت اللقاء الأخير لتابع كورة عايدة من ركلة الجزاء، جلب هدفهم مع أريحية لعبد الحفيظ ربيش. محمد الزنات إلى توماس جونيور يمشي يلعبها للأمام إلى كوداني يتدرج، فرصة كرة أولى، فرصة تدخل أول، وتدخل كان مميز جدا. صاحب الصافرة أحد المخضرمين والمميزين في الساحة التحكيمية كابتن سوسي الحبيب، اختياراته كانت مميزة جدا. الرباعي المحترف اللي هي المذكور تلال كريستيان ينقلها لكوتالي، تحولت قضية ثلاث لمسات عاصرت لكريستيان،
كريستيان يمشي نقلة الأمام والراية مرفوعة من كاميروني إلى كاميروني والراية مرفوعة على مركوبة. توماس جونيور يلعب الكرة لكودالي في ظهر المدافعين وراية أخرى مرفوعة راية أخرى مرفوعة ونحن نلعب في الدقيقة الأولى من الوقت المضاف. هذه كرة في ظهر المدافعين يصل لها كوتاني يلعب العرضية ناتوبا والإبعاد والتسديدة واحترت العارضة ناتوبا حاول وكوز الهدية وصلت الكرة لتوماس جونيور جونيور يلعبها وصلت لكودالي استلام من كودالي حمزة كودالي يعود بها لمازن مازن راي آخر توماس جونيور هذه خطيرة كودالي بالرأس ومحسن الشريف محسن الشريف أبعد الكرة رغم توماس جونيور يدرج بكورته يلعبها لكريستيان ناتوبا تدخل أخير من دفاعات البشائر دخل المنطقة إلى ناتوبا وصلت لمحسن الشريف كبيرة كان يغلقها حارس الفريق سعاد المصراتي تقلط أمام ناتوبا صعب كرة الأمام فرقة وحيدة له خمس أهداف واستقبل شباك هدفين. في الظول حفاظ البيت جهاز شباك فريق الهلال سبعة أول لقاء في مسابقة الفريق المحترم الهلال سبعة يستأنف في اللقاء من جديد مشاهدينا ومتابعينا الكرام عود الآن لمصلحة جونيور 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 يلعب كورة يدا هيا دا هيا دا كان يفعلها فريق ساريا تألق الزناد تألق الزناد في بعد ثاني أهداف فريق ساريا خطيرا الآن لمصلحة فريق الروفا حراس ثاني الأهداف وهي ثلاث نقاط خالية تمشي النقطة رقم 12 حتى يكون الترشح قريب والتأهل وهذه كرة ولكن مرة تكنو حيث أقرأ جونيور يرسل كرة طويلة تكون أقرب من سراج السويعي تعود سريع حمزة كوداني برمان في الفقير ولنادي رفيق تمشي الآن كرة لمصلحة فريق رفيق تمشي كرة تعود كرة الآن إلى جونيور يرسل كرة طويلة مع انطلاقة منير الوافد هنا بالجبل الأخضر يعني استقبلت الورود والانسحاب في جميع الفرق الرياضية تمشي الآن كرة طويلة لمصلحة فريق رفيق ولكن مناداة الفريق الكرة عند توماس جونيور جونيور يرفع راسه ويحطها في الأمام ارتقاء في دقائق جس النبض والانتظار حارس المرمى رقم ثلاثة أحمد سنان كابتن الفريق سلمها لتوماس جونيور يلعب الأمام وصلت هناك لكوتاني هذه لمسة لكن طالت توماس محترف الكاميروني يصل الكرة من مغادرتها أرضية الملعب جونيور العمل هذا الحوار الكروي يجمع أبناء سرمان ناس في المكان الثاني أقرب شباكها يسلمها لتوماس جونيور جونيور يبحث عن الزميل يختار لعب الكرة للأمام البعاد محمود الفزاني عزاز بالراس كودالي بالصدر بالناصر يلا سلمها بالقدم ما فيش اوفساي ما فيش تسلل والتدخل الاخير والصافره صافره وبنالتي رقم 10 منير الوافق ناتوبا وحمد كودالي المدراء محمد الشعواني محمد السويع محمد طاهر وايضا عز الدين طو وادم جبريل المدرب هو المدرب عبد الحفيظ البيش لسعد وائل طاهر معلول واداري الفريق محمد عبد الحفيظ الاسود جونيور اتجاه ناتوبا الفلاح الى جونيور جونيور يلعب كرة طويلة اتجاه ناتوبا يركح السداد الى الكرة في مرة غريبة وعجيبة مرة سلامات سلامات على الشباك وعلى فريق رفيق وعلى احمد السداد الكرة الاخيرة خطيرة هذه الكرة لفريق الظهرة اللي كان بالفعل يعني
جونيور. جونيور يلعب كورتا في اتجاه اليوبا. وصلت لي جونيور. جونيور يلعب من الأمام إلى مواطنة لتوبا. محمد الطبيب إلى توماس. توماس جونيور يتدرج يعدي. يلعبها على يمين عند الصاري ليخطف الاستلام. شريني دوران. توماس يلعبها على يمين عند الصاري من جديد. يدور الانصاري الى توماس. توماس نفسه. توماس جونيور يتدرج بكورته. يلعبها لكوتالي. حمزه كوتالي المغربي حطها في ظهر المدافع. توماس جونيور لمسه واحده الى احمد عبد الناصر. الى كريستيان. الى احمد عبد الناصر اللي سدد. توماس جونيور الطبيب. الطبيب الى الهمالي. الهمالي في وسط الملعب الى توماس جونيور. جونيور لمسه خارج القدم الى عزاز. عزاز الى عبد الناصر. كوتالي. كوتالي مغلق. مهاجم ولاعب جناح. من سيعوض؟ تسعه. النتيجه سلبيه. لمسه من جونيور. وصلت لكريستيان بالكعب الى كوتالي. ابعاد اخير. 20 الى عزاز. عزاز يحاول المراوغه. عز مخزوم يتدخل. توماس جونيور يعود بها للخلف. سلمها لحارس مرماها احمد زناد. زناد الى توماس. توماس جونيور. جونيور الى الطبيب. محمد الطبيب يتأنى. يعود بها من جديد لتوماس. توماس لمسه الى عزاز. عزاز محمد ينقلها لي منير الواثق. توماس بخير. توماس جونيور الى عزاز. بدا فريق رفيق يفرض سيطرته في دقائق الشوط الثاني. احمد الزناد كورتا لجونيور. جونيور. جونيور مازال يحتفظ بالكره. يلعب كورتا الامام في اتجاه عرضيه في اتجاه نتوما ولكن تعود يتصل جونيور. جونيور الاول الثاني يفتح اللعب بشكل طيب. الظهر هو ايضا رفيق من الفرق اللي قدمت الكثير. عن طريق جونيور. جونيور يلعب كورتا في اتجاه نتوما. يعني نادي رفيق اللي تأسس عام 1959. إذا الكرة محمد طبيب لأحمد الزناد. سيدخل كذلك من فريق الروف محمد وحيدة. رفيع ومنير وكودالي تمشي الآن عن طريق جونيور. وماذا شرح الحكم اللقاء؟ دار بأن الكرة تسلل لاعبي فريق السارية محمد العريبي. تعود عن طريق جونيور باتجاه ناتوبا. ناتوبا يفتح اللعب بشكل طيب. كودالي لكن تقطع. تكون اقرب عن طريق جونيور. تصل جديد محمد طبيب في اتجاه جونيور. يلعب كره سريعه. الملعب عند محمد الهمالي. الهمالي حطها لتوماس جونيور المحترف الكاميروني. جونيور لابسه واحده للامام. كوتالي كوتالي الى الفرجاني. توماس جونيور موجود. خذوا هذا مع عزاز. وحمد يسلمها لعزاز الى توماس. النقلات يا ابن رفيق. ابو حمادي سفيان. توماس جونيور الى عزاز. يسلمها لجونيور. جونيور الى الواثق. كوره تروني يلعب كره طويله لكن اقرب الى جونيور. اخيره لكن سهله. يعني شفنا عبد اللطيف الورفلي الى لاعبي فريق رفيق. جونيور الى صوفيا. جونيور محمد حي. جونيور الى نتوبا.
هذه الفرق الكبيرة في البلاد. أعود إلى جونيور سفيان عبد الحكيم ماشي للشباك، لكن تعلق خالد بيوك، لكن تعاود الفريق لربيع. تمشي جونيور إلى محمد طبيب، إلى محمد طبيب جونيور الآن. جونيور 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 لاعب كورته تمشي لتكون لمحمد الطار. جونيور يفتح اللعب، تصبح جانبية لفريق رفيع. تعود إلى عزاز، إلى جونيور يفتح اللعب بشكل حلو. واحتسب من السيد الحكم مصطفى الدرسي، شكرا للحكم الرابع مفتاح العالم إلى شرنا بالدقائق المحتسبة في شوط اللقاء الثاني. جونيور يلعب كورته.